بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله العظيم. بعجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطق وهو الذي يخبر وينزل ويفسر. كذلك أي ما كما أراد الله تماما ينزل الوحي. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نبينا موسى عليه السلام، نبينا نوح عليه السلام، نبينا إبراهيم عليه السلام، الأمم الغابرة الكل قصص قرآني لم يأتي بغير الله. ما قصص تاع إنسان حك راسه بدا يتعذب ولا بدا يكتب ولا بدا يمثل، لا. كذلك نقص، كذلك تحسم وتقرر، كذلك نقص عليك يا رسولي عليه الصلاة والسلام من أنباء ما قد سبق. مش قال وكالة أنباء تاس ولا أف ولا حاجة، لا، أنباء أراد الرحمن أن تصل إلينا كي نأخذ بما يجب أن نأخذ منها، ما هو نور نقتبس منه ما قدر الله لنا منه. ومن كان ظلمات عند السابقين الغابرين فنحن براء منهم براءة تامة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ولا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: السعيد من اتعظ بغيره وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الذكر هنا قرآن وسنة. اللي قاعد يفصل بين الاثنين كما كان القذافي ريتو شجره فيه، كيفاش لعبوا به الاعداء خذوا مال الامه، كيفاش عايشوا على اعصابه، ما كانش لحظه من عمره مطمئن، لانه حارب وفرق بين جزئي الذكر. اياكم ان تحدثكم نفسكم مش تلعبوا بمصير هذا الدين. الدين له جناحان ولا بد ان يبقيا لمقدسين ناخذ بهما بالتمام والكمال، لا كما قالت الامم السابقه نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لا، الاسلام جاء دينا واحدا وديانا مصدقا لما سبق من الاديان، وهو المهيمن على الاديان الى اخر الزمان. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. وقد اتيناك من لدنا، لدن الله، وهذا ما يفهمش اللي يجي لدن الله. قلنا من الله، من عند الله، أم من لدن شيء أكبر. اللدن هو معية مع الله، والذكر أتانا وهو في معية مع الله، فكيف ننفصل عن الذكر وهو من لدن الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه، أي أشقى الناس هم الذين يمكرون به ويأتون بكل التعليات الواهيات لكي يجعلوا منافذ يخرجوا من الدين خروجا نهائيا والعياذ بالله. وكل من ينافق من ذكر وأنثى فليعلم أنه يلعب كان بركته ومصيره والعياذ بالله. من أعرض، وأقصد هنا المنافقين والمنافقات، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي حملا لا يحتمل أن تحمله ولو لحظة من عمرك هناك. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين، مش وزايا حقلك وبعد رخيط وانتهى الأمر، لا، خالد فك المعضلة هذيك، خالدين فيه أي الحمل ذاك، وسألهم يوم القيامة حملا. شوف ربك كيف يصف الحملة هذايا، ساء يعني يفهم ما فماش ريحة الهناء وريحة الراحة
وريعه الاستجمام باش ترجع قوتك، ما تسترجعش قوتك، القوه اللي مجيك باش تتحمل بها العذاب وتذوق بها الويلات العذاب. من اعرض عنهم كما قال ربي سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، علاش؟ لكي يستمر العذاب. ومن سر كلام الله في الطب ان الجلد فيه مناطق احساس لضغط وحراره والام وقص والام حرق، كلما تنضج الجلد تولي تموتك مستقبلات الالم، لكن تحسك بالالم توصل لك للمخ تموت. فالله سبحانه وتعالى يرجعها للاصابها لكي يستمر العذاب في هذا القلوب والعياذ بالله. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني اسمنا زرق، هناك اشهر الروايات هو مسود الوجوه، يقول لك زرق الوجه ضربه عمل نزيف وبات حول الدم من لون الى لون حتى وصل للكحوليه. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. اللي تبعتهم ما يظهروش الصحيح، حتى وهم في الويلات يتخافتون، عمرو دائما سر بينهم. يا ولدي ما كشفتش باش تعمل حتى شيء مع الله، الله يعلم السر واخفى، واخى السر يعلمه الله، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا ناس ما تلعبوش مع الله. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. هذا هو تقديرهم، وقلنا تقديرهم هواء في هواء ستون فانيتي، ما تلقى شيء. حكمهم على واقعهم الان ولا واقعهم غاديك ان لبثتم الى عشرا، حكم باطل لا يفيد في شيء. لذا لا نكون مثلهم. يتخافتون بينهم ان لبثتم الى عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الى يوم. اللي اعقلهم اذا كان مازالهم عقل قلوب لبث يوم، ما بين اليوم اللي خرج من هنا واليوم اللي وصل لك العذاب هذاك والخزي هذاك والمذله هذيك وعد الجميع هم الاغلبيه الساحقه يقولوا عشر، ولا يمتلك طريقه يميل شويه للواقع يقولوا لبث يوم. هم في السوق بالضياع والهوان والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه